حيث تسير التحديات مسافة الخمسة كيلومترات المسافة الرسمية لسن اللقاية تبدأ من هذا المعترك ومن هذا المنطلق في السباقات التمهيدية. فأهلا بالجميع في مشاركة ميدان المرموم. نقترب من الصدارة حيث يتقدم مقنع، تعود مكيت الخلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الأغفلي مسيطر ومتبديا على البداية لينتزع المركز الأول، بينما في المركز الثاني يأتي هناك ثاني المراكز الراوي تعود أو مبعد لحمد بن سالم بن محمد المدهوشي ياتي يحتل المركز الثاني. انتقل للمركز الثالث، المركز الثالث ادهم سهيل بن سالم بن احمد الكتبي يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يصل السليماني لامغير بن سالم بن حارب العميمي قادما في هذه الانطلاقه بالتحدي والانتصار. المركز الرابع هناك المركز الخامس ياتي شعار بن بروك ليقدم الراوي خالد بن سعيد بن بروك الحميري، بينما في المركز السادس وصول من شعار بن ثاني، هنا يتقدم ارسال لقطامي بن محمد بن ثاني السويدي يحتل المركز السادس، بينما في المركز السابع الشامخ لسالمين بن سعيد بن محمد النعيمي. أما المركز الثامن فوصولا من قبل أدعجة لمحمد بن حارب بن سالم الدرعي. تاسع المراكز يصل شعار بن منانة مقدما السليماني لأحمد بن سالم بن منانة، بينما في المركز العاشر وصل شعار الدكتور يتقدم مع وجود الظبي 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 سلمان بن علي بن رشيد يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة في هذه اللحظات وفي لقاء هذا الشوط اللي يجمع الجميع في بداية انطلاقات صباح هذا اليوم. الجولة الأولى الرئيسية لفئة اللقاية لسير بعد نهاية ثلاثة أشواط، هنا الاستمرارية، هنا للتحدي، ولكن عودة إلى المركز الأول، عودة إلى المقدمة، والسليماني يقود المركز الأول، يقود هذه المجموعة في صدارة الشوط. مغير بن سالم العميمي يتقدم إلى المركز الأول بتحديات وانطلاقة قوية على المركز الأول وعلى الناموس بحثا عن انتصار لأهالي العين بالمقدمة والصدارة، بينما في المركز الثاني نشاهد ثاني المراكز في هذه اللحظات يتقدم مبعد حمد بن سالم بن محمد المدهوشي، هنا يصل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني المركز الثالث، وتقدم أدهم سهيل بن سالم بن أحمد الكثيري يتقدم الكثيري هنا في ثالث المراكز، بينما في المركز الرابع ارسال قطامي بن محمد بن ثاني السويدي يتقدم الى المركز الرابع. اما المركز الخامس فياتي الراوي، هنا ماذا يحكي من قصه، هنا ليروي لنا روايه وقصه عجيبه في انطلاقه هذا الشوط خالد بن سعيد بن مبروك الحميري. المركز السادس الان نقترب من شعار الدرعي حيث يتقدم الشامخ أو النعيمي سالمين بن سعيد بن محمد النعيمي في سابع المراكز، سادس المراكز، المركز السابع هذا اللي وصل أدعج محمد بن حارب بن سالم الدرعي يتقدم إلى المركز السابع. المركز الثامن وصل بن منانة، يتقدم بن منانة مع السليماني الآخر أحمد بن سالم بن منانة. هي النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الحاضرة في تحديات الانطلاقات الصباح، ولكن عودة إلى السليماني، عودة إلى السليماني، عودة إلى رأس الحربة ورأس المجموعة. لا يزال هنا السليماني المغير بن حارب العميمي، مغير بن سالم بن حارب العميمي المتقدم حتى هذه اللحظات بقيادة ناصر بن مغير، لا زال على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. الزاوية الأخيرة، الالتفاف الأخير لمستوى هذا الشوط، المركز الثاني نشاهد المدهوشي، المدهوشي يتقدم مع مبعد حمد بن سالم المدهوشي، لكن ارسال بدأ الان يقترب، ياتي هنا في هذه اللحظات مع قوه ارساله في هذه اللحظات قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، وكذلك وصول ادعج قادم، ادعج قادم عندك الدرعي، يتقدم محمد بن حارب بن سالم الدرعي، واصل بن دري يتقدم الجري في هذه اللحظات الى المركز الخامس، المركز السادس السليماني
الثماني لأحمد بن سالم بن منانة، وكذلك دخول من قبل مسبار الهلال بن خميس بن عامر العمري. اختلط الحابل في النابل، أجواء الشوط مشحونة بالتحدي، الجعدان المهجنات الأصايل، الله يا سلام، شوف التحدي، الانطلاق الكبير الخطير المثير، ولكن عودة إلى أدعج 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 العينين يتقدم عليهم، لكن شوف عاد إرسال يرسل ذبذبات الانتصار قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، حتى اللحظة ما حد يستخدم عصاته، كله عبر الصوت، قبله عبر الأجهزة الآلية، حرك يا أخوي حرك حرك اللي يتمنى ناموس حرك، الله يتقدم إرسال بدون أي تعليمات، لكن يوك الجماعة واصلينك، الله هذا اللي وصل هم مسبار هلال بن خميس العمري يتحرك نحو المركز الثاني، ولكن إرسال يبغي يهدي التحية والانتصار إلى هالي ند الشبه، قطامي بن محمد بن ثاني السويدي مسيطر متقدما باحثا عن انتصار، يسجل ناموس يسجل لاتي، هذا الشعار الأخضر شعار ند الشبه بالانتصار، يا سلام يا بن ثاني يا بن قطامي يا السويدي، ما شاء الله إرسال إرسال إرسال، إذا يرسل التحية والسلام من المرموم إلى ند الشبه، قطامي بن محمد بن ثاني السويدي جود مورنينج على الفوز والانتصار، المركز الثاني مسبار هلال بن خميس العمري، المركز الثالث سليماني مغير بن سالم العميمي، المركز الرابع الشامخ لسالمين بن سعيد النعيمي، المركز الخامس هذا اللي وصل النمر سلطان بن مسفر بالقوبع يتقدم في المركز الخامس، هكذا كانت النتيجة، التحدي والانتصار بالإصرار والناموس وتحديد المسار، إلا أن إرسال أرسل تحياته وناموسه إلى أهالي ند الشبه في انطلاقات الجولة الرئيسية في صباح هذا اليوم، إلى أهالي ند الشبه بسبع دقائق 34 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية، تانينا والناموسة لقطامي بن محمد بن ثاني السويدي على هذا الفوز والانتصار، تحقيق ناموس في ميدان المرموم والتحية، المركز الثاني سبع دقائق 35 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية، كانت تحقيق انتصار من قبل مسبار هلال بن خميس العمري، حقق سبع دقائق و35 وخمسة أجزاء من الثانية، تانينا والناموس، بينما في المركز الثالث سبع دقائق و38 ثانية وتسعة أو ثمانية أجزاء من الثانية، هنا يأتي شعار مغير بن سالم العميمي مسجلا السليماني، كذلك انتصار وناموس في المركز الثالث، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، انطلاقاتنا والتحديات تستمر هنا على أرضية ميدان المرموم مع سن